السلام عليكم. اتفقنا ان الارض دلوقتي في حالة تطور وارتقاء، وان احنا دلوقتي بنتنقل للبعد الخامس. ايه المطلوب مننا احنا كاشخاص؟ ان احنا نتوازن مع حالة التطور الجديدة. مطلوب مننا حاجتين: ان احنا نوصل للوحدة في النفس، ونوصل للصحوة الروحية. في الفيديو ده هكلمكم بس عن مفهوم الوحدة في النفس، وهعمل لكم فيديو تاني يفهمكم يعني ايه معنى كلمة صحوة روحية. أول حاجة عشان نفهم الوحدة في النفس، لازم نفهم يعني إيه نفسنا عبارة عن إيه. نفسنا عبارة عن الوعي الجسدي، وعينا بجسمنا، ووعي الفكري، العقل والمنطق والتحليل والتفكير، والوعي العاطفي اللي هو مشاعرنا وعواطفنا، والوعي الروحاني اللي هو الحدس والبصيرة واتصالنا بأرواحنا. هما دول 4 مستويات الوعي، ومطلوب مننا إن احنا نتوازن في ال4 مستويات دول. الوعي الجسدي والوعي الفكري هم طاقة الذكورة، والوعي العاطفي والروحاني هم طاقة الأنوثة. يعني إيه الكلام ده؟ الوعي الجسدي والفكري هو اللي بيساعدنا إن إحنا نكون في العقل، في المنطق، في الواقع، في التجسيد، في الإنجاز، في الطموح، في العمق، في التفكير، في القدرة على اتخاذ قراراتنا. والوعي العاطفي والروحاني هو المسؤول عن اللين والرحمة والتسامح والتقبل والعيش في اللحظة والعاطفة والخيال والإبداع اللي هما طاقة أنوثة. طب إيه عيوب كل طاقة من الطاقتين دول؟ دي مميزاتهم. يعني مثلا لو شخص هو طول الوقت في الوعي الجسدي والوعي الفكري اللي هو طاقة الذكورة، وعنده حاجة عالية جدا، هيكون شخص عاقل ومنطقي جدا، وبيفكر بشكل عملي ومنجز وطموح وبيحقق أهدافه. وفي نفس الوقت هو شخص عنيف في التعامل، وقاسي، وغير متقبل، وغير متسامح. وعيوب طاقة الأنوثة لما نيجي نتكلم عنها، احنا اتفقنا ان هي عايشة في اللحظة، وإبداع، ولين، ورحمة، وتسامح، وبهجة، وسعادة، وفرح. ايه عيوبها؟ الشخص اللي على طول في الوعي العاطفي والروحاني بيبقى شخصية طفولية، مش متحمل مسؤولية اي حاجة، عايش الحياة بطريقة سطحية، غير مرتبط اصلا بالواقع، غالبا بيبقى شخصية فيك متصنعة طول الوقت. طب ايه المطلوب مننا احنا؟ المطلوب ان احنا نتوازن، لان الارض بتتدور. طب ايه هو التوازن؟ ان احنا نوازن ما بين طاقة الذكورة وطاقة الانوثة. يعني المفروض ان الراجل يكون من 70-60% هو في الوعي الجسدي والوعي الفكري، و30-40% هو في الوعي العاطفي والروحاني. يعني هو يكون شخص عاقل ومنطقي وعملي، وبياخد قراراته وكل حاجة، وفي نفس الوقت هو إنسان لين ورحم ومتسامح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليدر، قائد، وبيخش معارك وكل حاجة، وفي نفس الوقت هو كان إنسان رحيم. فبما رحمة منهم لنت لهم لو كنت بما رحمة منا لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذلك نفس الفكرة بالنسبة للست أو المرأة، المفروض إن هي من 60-70% هي في طاقة الأنوثة، في الاحتواء، في الرحمة، في التسامح، في التقبل، في البهجة. وفي نفس الوقت هي عندها وعي جسدي ووعي فكري، عندها شخصية، بتعرف تاخد قرارات، بتعرف إزاي تتعامل مع الواقع المادي، بتعرف إزاي إن هي تكون تتحمل مسؤولية الأشياء اللي حواليها. هو ده التوازن، هو ده المطلوب إن احنا نوصل له، ان احنا نكون اشخاص متوازنين عشان نقدر نوصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي، نكون مكتفيين بانفسنا ونعيش حياتنا بطريقة كويسة وسليمة ومتوازنة ان شاء الله باذن الله. يا رب يكون الفيديو كده عجبكم، وتكونوا مستفيدين منه، وتقدروا ان انتوا تحققوا التوازن في حياتكم ان شاء الله. الفيديو القادم عن الصحوة الروحية.